بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مركه هو الرئيس مدحويناها جمهورية الصومالان هي وفتقة وهو قامنا يو يقولي سوسير هذا يو بروتوكولكا يا إذا ماذا آدي آد بانو دي سود ويننا وحنا دي سود ويننا قبل كداد مريان سيدي اللي دي سود ويا قبل الذي كرونا وحنا دي لنا هاي سفر كا مارتي كسوب مرتين ودن كا أو كورغال كا أو حقوقال كا أي سر كيسان دتكي أما دحلا مدح ولا مدح ضوا هيدا دي وسير هذا دبا وحويا آد بانو دي كم هذا علينا وإذا كوب بهرينا وحن إذا كوب جوابيننا إذا كوب علينا إن سفر هذه نبطان سلاديك برشاد يسقور هيسان كل ما رت برش عوش هو يسكتير يسا أو ما رت ظروف تو يسك بدن تهاي لكن ما لين بحد يوح لقب توي لما يستر ما يسا قبلهان مشاريع لا أنا ما توي حن تشوفنا بانكي أو أنتي صومالي دولة أهيد لهذا الحيي لكن ما أنت أون أي نقطي إن أذي يوم مدحوينا إن لا أو لما يستلمه أذي جاي حكومة دا يو هاي دا ما ذا حبنا بانكا أذي يا بان ودي كم بهاد علينا إن ما حد كواد لا هاي باله ما حد الله بعد بعد لا هاي هدي أنا أدوك صورة جل كيد فلنين أو أنا أمرنا مو صورة جلين وحوين وقبل كوب هنا ويه وحيه رساعة سمد أستانت هذا لو قرتوه dadka ka maaragtay reer daad mareen dhamaantoodba aniga oo mahadnaqoodi ku jeedinaya adiga iyo mas'uuliyiintaada kula socotiya xukuumadaada iyo madaxweynahaanba waanu idinka mahadcelinaynaa fulinta amuliseen banka gobolka daad mareen gaar ahaan caasimadda oodweyne reer daad mareen ilaa xalay waa iswareysanaynay intaad qalaysayba waa qaybinayay arrimaha waanu rogrogaynay wixii intaad dhaafsiisan ee mahadnaqa iyo mashaariicdii kale ee la sheegayba ما حد نقدر ده وحيد أفسي صن واحد نكجا وده هلا هنا فرق جهدي له نفته ينود أيو فرق جهدي نكجا وده هلا هنا تدك واحد شعلاين وأنا لا حلف في الرماة كسر دي ريني وعريس بدن لو قصاري إن أدعى وهو يتو لكن عريس كساري ما ينو قرشها اللي جاك تشوابي دونه هدي له نفته ينود أيو أنت وحيد رعاه رد على بدن عبشة بدن بيتشيدين يعني لكن وحمر لو قصا وده دينا يمها واحد وحكا قبته يسوي ونوجنا هاي وحكوان بان صاد يارجريني waxa kooban aanu soo diyaar gareynay in hadii ilaahay nafteenoo daayo kugu badin mayno ku culaysin mayno waxaanad qabar qaban kartaa baan ku sheegaynaa xilka aad ummada u haysana ilaahay ha kugu garab gale ee dadaalkaaga waxaad la hadhaa yey jirin dadkana hadii ilaahay nafteenoo daayo madax baad u wada tahay mid ku amaana iyo mid ku canaantaba waad arki doontaa mid walba madaxweynaad u tahay gacmo furan ku soo dhaweey assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh